السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا الشقيقة. وكتب سيادة الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي امبارح وقال: أهنئ أخي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا الشقيقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والأفريقي في ضوء رئاسته للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية. كما أتطلع إلى تعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات لتحقيق التنمية والازدهار لشعبينا الشقيقين. من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه ما يتردد عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة وتخفيض الإنارة وتوقف السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية لا أساس له من الصح، وجميعها تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أي أعطال. تفاصيل أكتر عن هذه الأخبار هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيس لموريتانيا الشقيقة. وكتب الرئيس السيسي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: أهنئ أخي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا الشقيقة، وأدعو الله تعالى أن يوفقه لخدمة وطنه ومحيطه العربي والإفريقي في ضوء رئاسته للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية. كما أتطلع لتعزيز التعاون بين بلدينا في جميع المجالات لتحقيق التنمية والازدهار لشعبينا الشقيقين. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدد جديد من سلسلة رؤى على طريق التنمية، وهي سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثي التطبيقي. وأشار المركز في بداية الدراسة إلى أن برامج التأهيل المهني المقدمة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة تهدف لتحقيق الكفاية الاقتصادية عن طريق العمل والاشتغال بمهنة أو حرفة أو وظيفة والاستمرار بها. كما تشمل هذه العملية المتابعة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على التكيف والاستمرار والرضا، وأيضاً الاستفادة من قدرتهم الجسمية والعقلية والاجتماعية والمهنية، وتحقيق ذواتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق التكيف المناسب والاحترام المتبادل بينهم وبين أفراد المجتمع باعتبارهم أفراد منتجين فيه. إضافة إلى ذلك، فإن برامج التأهيل المهني المقدمة إلى هذه الفئة من الأفراد سوف تسهم في المساعدة على ممارسة حقوقهم، خاصة في مجال الحصول على العمل اللي بيتناسب مع استعداداتهم وإمكانياتهم. امبارح نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية إنها شاركت المواطنين احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بتوزيع الهدايا على المواطنين في الشوارع على مستوى الجمهورية. أيضاً امبارح أعلنت الهيئة القومية للأنفاق إن ما يتردد عبر أحد المواقع الإلكترونية بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة وتخفيض الإنارة وتوقف السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية لا أساس له من الصحة، وجميعها تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال. في سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط بيتم تخفيض سرعة القطارات من 80 كيلومتر في الساعة ل 60 كيلومتر في الساعة، وده بالمحطات السطحية فقط، على أن تعود السرعة لطبيعتها بالمحطات النفقية.